قسيس شادي، طبعا احنا تكلمنا عن الخلق يعني، لكن دائما السؤال هل في اشارات في العهد الجديد انه يسوع المسيح هو الله؟ طبعا اشارات كثيرة ممكن يعني نستدل عليها انه الرب يسوع المسيح هو الله. طبعا انت ذكرت يوحنا 1:1، طبعا في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. فهون الكلمة يتكلم انه الكلمة هو الله. نعم. في طبيعته هي طبيعة الله نفسه. الكلمة هو الله، الرب يسوع المسيح. احنا من يعني في الكتاب المقدس يدعى الرب، وكلمة الرب لا ينطق بها احد او لا يلقب بها احد غير الله. مثلا في تثنية 6:4 بنشوف الآية المشهورة، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فكلمة الرب لا يدعى بها أحد غير الرب يسوع المسيح. لكن أيضا جاءت بعض يعني كلمة الله جاءت في بعض الأحيان عن الرب يسوع المسيح. مثلا في بطرس الثاني الإصحاح الأول الآية الأولى لما بقول إلى الذين نالوا معنا إيمانا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. هنا القديس بطرس واحد من الحواريين الأساسيين من التلاميذ، هنا بيقول إنه يسوع المسيح الله والمخلص. شهود يهوى ممكن يعترضوا على هاي الآية ويقولوا إنه هون شخصين، بيقولوا الله إلهنا لحال والمخلص لحال. لكن لما بتكمل في نفس الإصحاح الآية 11 بيقول لأنه هكذا يقدم لكم بشعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. هل هون أيضا شخصين؟ فهون بقول يسوع هو الرب والمخلص، وفي البداية قال يسوع هو الله المخلص. ففي عبرانيين 1 أيضا تيش نزار في آية مشهورة في الآية 8 عبرانيين 1:8 بقول أما عن الإبن، بعدين بيقتبس من العهد القديم، أما عن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور تضيب استقامة تضيب ملكك. هنا الابن دعي بشكل صريح الله، أما عن الابن بقول كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. لكن الأعجب أنه من الذي يقول هاي الكلمة؟ لما نتبع السياق من البداية بنلاقي أنه الله هو الذي يتكلم، عشان في بداية كاتب رسالة العبرانيين بقول لمن من الملائكة قال أنت ابني أنا اليوم ولدتك، فهو بيتكلم عن الله. فهون بقول أما عن الابن، الله بيتكلم عن الابن بقول كرسيك يا الله في الدهور تضيب استقامة تضيب ملكك. فلا نستطيع فهم هاي الآيات بدون الإيمان أولا بالثالوث، وبدون الإيمان طبعا بألوهية الرب يسوع المسيح. طبعا ألوهية الرب يسوع المسيح مالي الكتاب استنزار في العهدين، في العهد القديم والعهد الجديد 100%.